Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. تواصل فعال في الأسرة. السلام عليكم أصدقاء قناة المستفيد. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا قناة المستفيد. اليوم نقدم لكم موضوعا ليس فقط مهما بل ملائما أيضا لتحسين جودة حياة عائلتكم. سيتناول هذا الفيديو التواصل الفعال في الأسرة، المفتاح الرئيسي نحو الوئام والسلام في المنزل. التواصل الفعال هو الأساس القوي الذي يشكل علاقات صحيحة بين أفراد الأسرة. في هذا الفيديو سنستكشف مبادئ التواصل الفعال والاستراتيجيات للتعامل مع اختلاف الآراء وكيفية خلق بيئة يشعر فيها كل فرد في الأسرة بأنه مستمع ومقدر. لذا إذا كنت ترغب في تعزيز العلاقات مع أحبائك في المنزل، وإذا كنت تسعى لخلق رابط أعمق، وإذا كنت ترغب في جلب الوئام إلى كل زاوية من زوايا منزلك، فتأكد من البقاء معنا في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا تفوت فيديوهاتنا المفيدة الأخرى على قناة المستفيد. بدون مزيد من الإطالة، دعونا نبدأ في هذا الموضوع المهم، التواصل الفعال في الأسرة. الأسرة، كجزء لا يتجزأ من الحياة، تلعب دورا مركزيا في تشكيل الفرد والمجتمع بشكل عام. في داخلها تعتبر الاتصالات الركيزة الرئيسية التي تدعم ديناميكية الحياة الأسرية. على الرغم من التنوع والاختلاف، تميل الأسرة التي تستطيع التواصل بفعالية إلى أن تكون لها علاقات أكثر وثاقة ووئاما. في الحياة اليومية، يواجه أفراد الأسرة غالباً مجموعة متنوعة من المطالب والضغوط، سواء من البيئة الخارجية أو الداخلية للأسرة ذاتها. لذلك، يعتبر وجود القدرة على التواصل بشكل جيد مهارة رئيسية في الحفاظ على استقرار وسلامة الحياة الأسرية. غالباً ما تنشأ تحديات التواصل في الأسرة نتيجة للاختلاف في الآراء والقيم والشخصيات بين أفراد الأسرة. لذلك، يعتبر من الأهمية بمكان فهم أن التواصل الفعال ليس مجرد إرسال رسالة، بل إنشاء بيئة يشعر فيها كل فرد في الأسرة بأنه مستمع له ومقدر، ويمكنه التعبير عن نفسه دون خوف أو قلق. سيقوم هذا الفيديو بتفصيل أهمية التواصل الفعال في الأسرة. من خلال فهم مبادئ التواصل الفعال، نأمل أن نتمكن من بناء أساس قوي وتعزيز القرب العاطفي وخلق الوئام في كل تفاعل داخل الأسرة. فالتواصل الجيد ليس مجرد مهارة، بل هو استثمار لا يقدر بثمن في سعادة واستقرار الأسرة. فيما يلي بعض المبادئ والنصائح لخلق التواصل الفعال في الأسرة. 1- الاستماع بصدق. يبدأ التواصل الفعال بالاستماع بصدق. قدم الاهتمام الكامل عندما يتحدث أفراد الأسرة. تجنب الانقطاعات ومنح الفرصة لكل شخص للتعبير عن آرائه بدون خوف. 2- التواصل بصدق. الصراحة والنزاهة تفتح الباب أمام التواصل الفعال. أبني بيئة تشعر فيها كل فرد في الأسرة بالراحة للتحدث عن مشاعره أو أفكاره أو المشكلات التي يواجهونها دون خوف من الحكم. 3- فهم الاختلافات في الآراء. الاختلاف في الآراء أمر طبيعي في الأسرة.
من الضروري فهم أن لدى كل فرد وجهة نظر وقيم مختلفة. ناقش الاختلافات بتفهم كامل وتجنب الصراعات غير الضرورية. 4. تجنب الانتقادات المتحجرة. عند إعطاء الملاحظات أو التصحيح، استخدم لغة لطيفة وبناءة. تجنب الانتقادات المتحجرة أو التوجيهات اللامعقولة، لأن ذلك قد يؤذي مشاعر الآخرين ويؤثر على العلاقات. 5. التعبير عن المشاعر بالتعاطف. عند التحدث عن المشاعر، استخدم كلمات صادقة تمثل المشاعر بشكل جيد. أظهر التعاطف مع مشاعر أفراد الأسرة الآخرين. سيعزز هذا ربطة العائلة العاطفية. 6. جدولة الوقت المميز معا. قم بتخصيص وقت محدد للحديث معا كأسرة. العشاء معا أو وقت الاسترخاء قد يكون مناسبا. هذا الوقت المميز يسمح للأسرة بتبادل الأفكار والمشاركة في حياة بعضهم البعض. 7. استخدام لغة الجسد الإيجابية. التواصل لا يتعلق فقط بالكلمات، بل يتعلق أيضا بلغة الجسد. تأكد من استخدام تعابير الوجه وحركات الجسم ونغمة الصوت الإيجابية. يمكن أن يعطي هذا نغمة إيجابية للرسائل المرسلة. 8. بناء تقاليد النقاش. قم بإنشاء تقاليد عائلية للنقاش بانتظام. اجتماع العائلة الشهري أو الوقت المخصص للتخطيط للأنشطة المشتركة يمكن أن يساعد في إبقاء جميع أفراد الأسرة مشاركين في اتخاذ القرارات والتخطيط. التواصل الفعال في الأسرة ليس مجرد أداة لنقل المعلومات، بل هو الأساس لبناء علاقات صحية ووئامية. من خلال تطبيق هذه المبادئ، نأمل أن تصبح الأسرة مكانا مليئا بالتفاهم والدعم والحب. شكرا أيها الأصدقاء الأعزاء في قناة المستفيد، على مرافقتكم لنا في رحلة استكشاف أهمية التواصل الفعال في الأسرة. نأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها أساساً لكم في بناء علاقات أقوى وأكثر وئاماً مع أحبائكم في المنزل. تذكروا أن التواصل الجيد ليس فقط عن الكلمات التي ننطقها، بل عن الاستماع بصدق وفهم بتعاطف وتقديم الدعم بلا شروط لكل فرد في الأسرة. من خلال تطبيق مبادئ التواصل الفعال هذه، يمكننا خلق بيئة يسودها الحب والسلام دائما. قبل أن نختم، لا تنسوا الاشتراك في قناة المستفيد وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتوا فيديوهاتنا الملهمة الأخرى التي تعمل على تحسين جودة حياتكم. نقدر دعمكم ومشاركتكم كثيرا. شكرا مرة أخرى على وقتكم واهتمامكم. لنواصل نضالنا من أجل التواصل الفعال في الأسرة، لأن الأسرة الوئيدة هي ثروة لا تقدر بثمن. إلى اللقاء في الفيديو القادم على قناة المستفيد. دمتم يحبي وتقديري لأسرتكم، والسلام عليكم.